بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تبارك وتعالى رادًّا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام، فإنه جرد أي أفرد توحيد ربه تبارك وتعالى، ولم يدع معه غيره، ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه رحمه الله عليه السلام، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي الله عز وجل. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين، شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنًا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه، أي من صغر سنه إلى أن اتخذه الله خليلا، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء عليه الصلاة والسلام، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا، أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والخوف من غير الله، الشرك ظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أبو العالية وقتادة رحمهم الله: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقاً ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم
عليه السلام فيما أخذوه، ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فلا ندعو إلا الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله جل جلاله. وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعًا وقدرًا. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، توحيد، أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله: أسلمت لرب العالمين. لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصَّوا أبناءهم بها من بعدهم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يوصي أهله وأولاده بلزوم الدين، بلزوم الإسلام، والبعد عن الشرك والضلال، كقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. وقد قرأ بعض السلف رحمهم الله ويعقوب بالنصب عطفًا على بنيه، كأن إبراهيم عليه السلام وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام، وكان حاضرًا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب عليه السلام إنما ولد بعد وفاة إبراهيم عليه السلام، ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح. والظاهر والله أعلم أن إسحاق عليه السلام ولد له يعقوب عليه السلام في حياة الخليل إبراهيم عليه السلام، وفي حياة الخليل وسارة أم إسحاق عليهم السلام، لأن البشارة وقعت بهما، أي بإسحاق وابنه يعقوب، لأن البشارة وقعت بهما في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشر الله سارة عليها السلام، وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق عليهم السلام كبير فائدة. وأيضًا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال في الآية الأخرى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهذا يقتضي أنه وجد يعقوب عليه السلام في حياته، أي في حياة الخليل إبراهيم عليه السلام. وأيضًا فإنه باني بيت المقدس، يعني يعقوب عليه السلام، كما نطقت بذلك المتقدمة. وثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة الحديث. فزعم ابن حبان رحمه الله أن بين سليمان عليه السلام الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس، وإنما كان جدده سليمان عليه السلام، جدد بيت المقدس، وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه، وبين إبراهيم عليه السلام 40 سنة، وهذا مما
أنكر على ابن حبان، فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين، والله أعلم. وأيضًا فإن ذكر وصية يعقوب عليه السلام لبنيه سيأتي ذكرها قريبًا، وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين. وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلى كل مسلم أن يوصي أهله وأولاده وجيرانه بالتمسك بالدين، بالتوحيد والسنة، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرأة يموت غالباً على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والله وقد أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم ثبِّتنا على الإيمان والتوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين، لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني لا يكون على قلبه. وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم يسر لنا اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله من ذلك. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وحسن خواتمنا عليه، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل عليه السلام، وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، بأن يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه عم يعقوب. قال النحاس والعرب تسمي العم أباً، نقله القرطبي رحمه الله. وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً وحجب به الإخوة في المواريث، كما هو قول الصديق أبو بكر رضي الله عنه، حكاه البخاري رحمه الله عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما. ثم قال البخاري رحمه الله ولم يختلف عليه، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها، وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء رحمهم الله، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف رحمهم الله. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة، إذا كان الورثة إخوة وجد فالإخوة والجد يتقاسمون الميراث. وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف رحمهم الله، واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله، ولتقريرها موضع آخر. وقوله إلهًا واحدًا أي نوحده بالألوهية، لا نعبد غيره ولا ندعو غيره ولا نخاف غيره ولا نشرك به أحدًا ولا نشرك به شيئًا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعًا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، جميع الأنبياء والرسل دينهم الإسلام، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده لا شريك له. وإن تنوعت شرائعهم أي صفة الصلاة والصيام تختلف، ولكن الأصل التوحيد، وجميع الأنبياء والرسل أول ما يفتتحون الدعوة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، لكن الأصل التوحيد، كلهم بعثوا بالتوحيد، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أي جماعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولاد علات ديننا واحد، يعني كإخوة لأب، الأب واحد والأمهات شتى، فالأنبياء الأصل الذي بعثوا به واحد وهو التوحيد، والشرائع تختلف. ثم نسخ الله جميع الشرائع بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه عليكم. فالأحساب والأنساب لا تنفع بدون إيمان وتقوى، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة رحمهم الله تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلام. ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله لا يقدمه نسبه، النسب والحسب لا ينفع بدون إيمان وتقوى. وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني محمد بن أبي محمد حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عبد الله ابن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما عليه السلام. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية رحمهم الله. وقال خصيف عن مجاهد رحمهم الله مخلصا، وروى علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما حاجا، وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والأسدي رحمهم الله. وقال أبو العالية رحمه الله الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته، أي يستقبل الكعبة المشرفة بصلاته، ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا، وأن الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد والربيع بن أنس رحمهم الله حنيفا أي متبعا. وقال أبو قلابة رحمه الله الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال قتادة رحمه الله الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل، والختان أي ويدخل فيه وجوب الختان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلاً، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً عليهم الصلاة والسلام، ونص على أعيان من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأجمل ذكر بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. اليهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض، نعوذ بالله. وأما المسلمون آمنوا بجميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وقال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لأنهم كانوا يحرفون ويبدلون. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، يعني سنة الفجر، بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والأخرى الركعة الأخرى
آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، في سنة الفجر في الآية في الركعة الأولى آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي الآية، والأخرى في الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة رحمهم الله: الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس، فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره رحمهم الله: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، أي العرب. وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب، يعني أولاد أولاده وذرري أبنائه 12. وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري رحمه الله: الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل. وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الموجودين منهم، كما قال موسى عليه السلام لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقال القرطبي رحمه الله: وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون، وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: وبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري، حدثنا أبو نجيد الدقاق، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل الأنبياء عليهم السلام من بني إسرائيل إلا 10: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة رحمه الله: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها ورسله عليهم الصلاة والسلام. وقال سليمان بن حبيب رحمه الله: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما، بل نعمل بالقرآن الكريم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، حدثنا مؤمل، حدثنا عبيد الله ابن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار رحمهم الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن، أي يكفيكم العمل بالقرآن أي والسنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المعلق تفسير ابن أبي حاتم: وفي إسناده عبيد الله ابن أبي حميد متفق على ضعفه، ويروي عن أبي المليح عجائب، انظر الميزان والتهذيب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
يقول تعالى: فإن آمنوا، أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم جل جلاله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: قرئ على يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا زياد بن يونس، حدثنا نافع بن أبي نعيم رحمهم الله قال: أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل، يعني في حجر عثمان رضي الله عنه حين قتله أهل الفتنة، فوقع الدم على فسيكفيكهم الله، عندما قتل وقع الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم، رضي الله تعالى عنه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، فاستسلم لأمر الله وصبر عليه السلام. قتل مظلوما عليه السلام رضي الله عنه. وقوله صبغة الله، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دين الله، صبغة الله دين الله. وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي رحمهم الله نحو ذلك. صبغة الله أي دين الله، وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله، أي إلزموا ذلك وعليكموه. وقال بعضهم بدل من قوله ملة إبراهيم. وقال سيبوي: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله واعبدوا الله. وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية رحمهم الله من رواية أشعث ابن إسحاق عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سألوك هل يصبغ ربك؟ فقل: نعم، أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي. الله هو خالق كل شيء. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. كذا وقع في رواية ابن مردوية رحمه الله مرفوعة، وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف من قول الصحابي، وهو أشبه إن صح إسناده، والله أعلم. إن صح السند فهو موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. صبغة الله أي دين الله. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
يقول الله تعالى مرشدًا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء أي دفع مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قالت الآية الأخرى: إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين العرب: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وقال في هذه الآية الكريمة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم عليه السلام ومن ذكر بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. والتي بعدها وقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين عند الله الإسلام، وإن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلام كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، فيه تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، تنتسبون إلى إبراهيم وخالفتموه فلا ينفعكم الانتساب، فالحسب والنسب لا ينفع إلا مع الإيمان والتقوى. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين، أي خاضعين لأوامر الله واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قيل المراد بالسفهاء هنا المشركون، مشرك العرب. سيقول السفهاء المراد المشركون مشرك العرب، قاله الزجاج. وقيل أحبار يهود، علماء يهود، قاله مجاهد رحمهم الله. وقيل المنافقون، قاله السدي. والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حد سمع زهيرًا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرًا أو 17 شهرًا، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس في الصلاة، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون قبلته الكعبة التي بناها الخليل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، يعني حول الله القبلة إلى الكعبة، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، يعني إلى بيت المقدس، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أي جهة الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. هؤلاء المصلون استقبلوا الكعبة وهم في أثناء الصلاة لما بلغهم الخبر، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الذين استقبلوا بيت المقدس إنما استقبلوا بأمر الله، فالله لا يضيع صلاتهم بعدما حول القبلة إلى الكعبة. وفيه دليل أن الأعمال من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه، ورواه مسلم رحمه الله من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صليتم إلى بيت المقدس بأمر الله، فالله لا يضيع صلاتكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس
إلى آخر الآية. فأنزل الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاستقبال القبلة في الصلاة شرط لقبول الصلاة، إلا المسافر والمريض. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا الحسن بن عطية، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرًا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم أي الكعبة المشرفة عليه السلام، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة أي نحوه، أي نحو الكعبة، فارتاب أي تشكك من ذلك اليهود، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا توجه بين الركن اليماني والحجر الأسود جمع بين القبلتين، يكون متجه إلى القبلة وإلى بيت المقدس. لما كان بمكة كان يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان بمكة يصلي بين الركنين أي اليماني والحجر الأسود، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس يجمع بينهما. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما بين الكعبة وبيت المقدس، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرًا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك أي أجاب الله دعاءه، وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق الكعبة المشرفة. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها إلى الكعبة صلاة العصر، كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه، ووقع عند النسائي رحمه الله من رواية أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنها الظهر. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. سمعوا وأطاعوا عندما بلغهم الخبر رضي الله عنهم. وفي هذا دليل على أن الناسخ
لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وقع في قلوبهم شك والعياذ بالله، ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبط وشك نعوذ بالله، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، وحيثما تولوا فثم وجه الله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال الأمر في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم من مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. اليهود يحسدون المسلمين على هذه النعم على يوم الجمعة، يعني عيدنا الأسبوعي يوم الجمعة، وهم السبت والنصارى الأحد، فيحسدوننا على يوم الجمعة، الحمد لله الذي هدانا، وعلى القبلة استقبال الكعبة المشرفة التي هدانا الله لها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. إذا قرأ الإمام الفاتحة وقال آمين قولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، نعمة عظيمة، الحمد لله. اللهم اجعلنا من الشاكرين والمطيعين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين يا رب العالمين. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط ها هنا الخيار والأجود، الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على ذلك وتوفنا مسلمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والوسط ها هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسباً ودارا، أي خيرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً في قومه، أي أشرفهم نسباً، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع
وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الحمد لله، الحمد لله، اللهم ثبتنا على دينك وحسن خواتيمنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. نعمة كبرى، آخر الناس يشهدون لأول الناس، نعمة عظيمة. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان يا رب العالمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، يجحدون عياذا بالله. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نشهد أن نوح بلغ، وأنه مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولم يجيبوا إلا العدد القليل حتى أغرقهم الله. نشهد بما أخبرنا الله في القرآن. الحمد لله. قال: الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من طرق عن الأعمش به رحمه الله.